في جنوب الجزائر ولاية بشار اللي تزخر بثروات كبيرة واللي فيها يعني شيء قادرين نستغلوه ويعطي المنطقة هذه حيوية وديناميكية وازدهار اقتصادي. للأسف حقرة النظام للشعب الجزائري وخاصة سكان المناطق البعيدة عن العاصمة كما بشار واحد ما يسمع لهم بيان، هذا المدن هذه الولايات والمناطق هذه راهي تشكو من واحد الفقر، تشكو من واحد الشيء اللي ما تسجو يحتاجها. نشوفوا هذه الصور تاع مدينة بشار ونشوفوا واش الحالة فيها، لأنه الناس يقول لك ما راكمش عايشين في الجزائر، هنروح الجزائر وتكلم يا خويا، هانا اللي راه في الجزائر ما مشي تكلموا عليها، ها خويا احنا توصلنا تصاور هاي ليك الجزائر الجديدة. سونتر فيل بشار، سونتر فيل، ها سونتر فيل، ها الولاية، الولاية هو قاغدي، الولاية هو قاغدي، تكرم للوالي، علاش راك تكرم للوالي؟ ها سونتر فيل، شو سونتر فيل؟ هذا حدا الولاية، حدا الوالي، ها حدا الوالي، ها تكرم، علاه تكرم؟ وزاتي بشار ما زاد والو، راه كاتلنا غير الوسخ. ها سونتر فيل، ها هو، ها هي سونتر فيل، ها شوف سونتر فيل، شوف الكراطي في وسط الطريق، ها هذا راه سونتر فيل، ها ويكرموا الوالي. درك تهضر على الحق ولا واش كنديروا نسكتوا؟ راك ساكت على الحق شيطان اخر، ها هو ها هو ها سونتر فيل، ها الوسخ، هذا راه فيل اخوتي، راه حدا الولايه، مانيش نكذب، ها ها الوسخ سونتر فيل، ها ها سونتر فيل، ها 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 سونتر فيل الوالي، ها ها راه ها هذا سونتر فيل، ها الولاية، صبر باش ما تقولش راه يكذب، ها ولاية، ها سونتر فيل، هادي جايبين الوالي كرموه، على بالنا بلي تكرموه على المصالح الشخصية، ما كتضربوش مع الولاية بالشارب مزيان، ولا ما عندنا تطريب كيما الناس، بزاف صوالح ما عندناش، والناس كرموا، على بالنا بلي كتكرموا على مصالح شخصية، صعب باش تكرموا على جال الولاية، ولا ما واش دار الولاية، راه عندنا سبيطار في بيدان دوغي مبلع، الناس ها ها سونتر فيل صاحبي، هذه هذه لافيل تاع بشار، هذه لافيل، ها وسخ الى عند الوالي، ها هذا سونتر فيل وسط المدينه تاع بشار، فما بالك في الاحياء الاخرى، فما بالك في المعيشه في بشار، الماء اسكو بشار عندهم؟ اسكو عندهم تريسيتي؟ اسكو 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 اذا الدنيا مسخه ما كاينش ما باش ينقيو، اين ما كاينش ما باش ينقيو، المشكل تاع الماء ديما مطروح، وزيد كما يقول لك الوالي يعني يشوف او يعدي قدام المقر تاع الولايه يعدي يشوف، سون فو، واحد ما راح يحاسبه، واحد ما راح يقول له وعلاش الولايه ديالك ماشي مليحه. الوالي تبع شكون؟ تبع ابراهيم مراد وزير الداخليه، وزير الداخليه هو مدير الحمله الانتخابيه، المفروض كيشوف فيديو كيما هذه قال على الاقل باش هنعطو لهم فكره است باش يخلي شعب بشار يشعر باللي راي العصابات خمم عليه. ايا هذا مراد ينحي الوالي، ينحيه ولاية المرايس، قال نحيه لانه اكتشفوا باللي هذه ولاية بشار راهي مسخة، راهي كذا، هذه المدينة، فما بالك الدوائر الاخرين حرد حدث ولا حرج، نحيه باش تربح شعبية ويجي يفوتوا الناس. لا والله ما هم سامعين بالشعب، وعلاش يعاقب والي اللي يخدم له مصالحه هو الشخصيه؟ والي عنده خيوطه، عنده شكون حطه، ماشي الشعب اللي حطه الوالي هذا.
عنده شكون حطوا خيوط عسكري يخدم لهم، تكون مسخه ماشي مسخه، تكون يا ربي وش لا. الجزائر كلها رايبه، الجزائر كلها رايبه. نقول لك هذا استثمار، هذا استثمار اللي راه حاكم البلاد. دونك ما باش يحاولوا زعما يجربوا ليهم المواطن البشاري وقال باش يفوتي معاهم، ما يسحقلكش تفوتي معاه، ما يسحقلكش تفوتي معاه، ما تفوتيش معاه، ما. لانه الفوت مزور. دونك يا ناس بشار ويا ناس ام البواقي، احتراما لشخصكم لانفسكم، احترموا رواحكم، ما تخرجوش تفوتيو لهم لانهم حاقرينكم، حاقرينكم. من المفروض كما ام البواقي ورنا هذيك التصاور هذيك، ابا من غدوه وزير سكن يتنحى يتعزل، وزير سكن ما يتعزلش، الوالي ما يتعزلش، ولا واحد يتمس، لانه في الجزائر اي مسؤول عنده شي عسكر موراه، وما يدخلوش ياكلوا بعضهم. دونك باش تنعتوا لهم باللي راكم ترفضوا الحقره، حتى ماشي كلكم معنيين بالساكن هذا، ولكن معنيين بالوسط. ام البواقي كامله ما فيهاش الماء، كامله راهي مسخه كما راه نشوف في بشار وكل ولايه تاع الجزائر، ولكن لما نتكلمك شو السكنان كيفاش حقروا فيكم. دونك قال ما نروحوش نفوتي، اقعدوا في دياركم، اقعدوا في دياركم، ما يقدروش يخرجوكم بالدراع، ما تخرجوش تمانيفيستيو، يقدروا يضربوكم يدوكم الحبس، ريحوا في دياركم. هذا ما كان كي بشار كي من البواقي كي الولايات الاخرى، مازال مدوا كل يوم نمدوا ولايه اثنين ثلاثه اللي راهم عايشين هذا الوضع هذا، نمدوهم. ربي يقدر الخير لبلادنا. وقبل ما نكملوا نزيدوا نجبدوا موضوع اخر تاع السبور، تاع اليسمع اللي غرت بها العصابه وقالوا ما تلعبوش ضد بركان ودرك نجيبو لكم حقكم، وين حقت لافير؟ شوفوها بعد الجينجل.